عموما فقرة الأخبار وأبرز الأخبار والموضوعات، والنهارده عندنا أخبار مهمة جدا، كل ده بالتأكيد هيكون من خلال زميلتنا سلا حامد. سلا مساء الخير وأهلا بيكي. مساء الخير يا محمد، وطبعا مساء الخير يا احمد، برحب بيكم وبكل مشاهدي متابعي. كل سنه وانتي طيبه ومبروك طيب طبعا الفوز ببطوله الكاس امبارح. كنت اقول لك حالا يعني طبعا ببارك لكم وببارك لكل جماهير النادي الاهلي امبارح، والتتويج طبعا ببطوله كاس مصر للمره 38 في تاريخ النادي الاهلي. يمكن يعني يا احمد ويا محمد طبعا النادي الاهلي يعني بيعيش حاله من الفرحه الفتره دي، مش بس في كره القدم، في جميع الالعاب. يمكن امبارح برده النادي الاهلي ونادي الزمالك في كره السله، من يومين برده النادي الاهلي فاز ببطوله كره اليد، يعني كانت غايبه من زمان، يعني كانت غايبه اكتر من 4-5 سنين من 2018 عن النادي الاهلي. كانت فرحه كبيره امبارح، فبنعيش حاله من الفرحه في جميع الالعاب. يمكن انا امبارح بعد مباراه يعني الاهلي وبيراميدز قلت في سري يعني يا بختنا بالنادي الاهلي، يعني طبعا حقيقي يعني كله فرحه، كله تحت السيطره، الحمد لله يا رب دايما. طبعا معانا اخبار كتيره جدا النهارده متعلقه بجميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي، واكيد الفريق الاول لكره القدم بعد مباراه امبارح. طيب اتفضلي. طبعا خلينا نبتدي اخبارنا النهارده المتعلقه بالفريق الاول لكره القدم، والمدير الفني السويسري مستر مارسيل كولر منح جميع لاعبي النادي الاهلي راحه النهارده من التدريبات بعد الفوز امبارح بلقب كاس مصر امام نادي بيراميدز، استعدادا طبعا لمباراه فاركو القادمه في بطوله الدوري، واللي هتكون يوم الجمعه المقبل في الجوله 25 من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. كمان الدكتور احمد ابو عبله، يمكن خلينا نطمن يعني جميع جماهير النادي الاهلي ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان على حاله يعني قلب الدفاع ويعني نجم النادي الاهلي رامي ربيعه، اللي طبعا يعني اصيب في مباراه امس. يمكن طبعا يعني الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي يعني حدد برنامج تاهيلي لرامي ربيعه مدافع النادي الاهلي بعد تعرضه للاصابه بجزع خفيف في الكتف خلال مباراه بيراميدز بنهائي كاس مصر، وهي اصابه اللي يعني طبعا تسببت في خروجه عن المباراه. فان شاء الله يعني رامي ربيعه يعني هيكون في برنامج التاهيلي الفتره القادمه، وبعد كده بالتاكيد الفتره القادمه بعد برنامج التاهيلي هينضم للتدريبات الجماعيه مع فريق النادي الاهلي. كمان يعني بخصوص مباراة الأهلي وبيراميدز امبارح، قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة عدد من العقوبات يعني على فريقي النادي الأهلي وبيراميدز، وجاءت العقوبات كالتالي. يمكن أول عقوبة كانت توقيع عقوبة على النادي الأهلي قدرها 20,000 جنيه للسباب الجماعي، ويمكن تاني عقوبة كانت توقيع غرامة مالية قدرها يعني كانت 20,000 جنيه على النادي الاهلي لنزول جميع اللاعبين لارضيه الملعب بدون اذن، تهنئه يعني طبعا محمود كهربا عقب احراز الفريق الهدف الاول طبعا في مباراه بيراميدز امبارح. ويمكن ثالث عقوبه كانت توقيع غرامه قدرها يعني 25,000 جنيه على نادي بيراميدز لتكرار الاعتراض من قبل الجهاز الفني على الحكم المباراه. ويمكن رابع عقوبه كانت على محمد عبد المنعم، ايقاف محمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلي لثلاث مباريات بعد الطرد المباشر امام نادي بيراميدز. وكشف مسؤولو اتحاد الكره ان العقوبه التي وقعت يعني على محمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلي بايقافه ثلاثه مباريات تقتصر فقط على مسابقه يعني كاس مصر، واوضح مسؤولو اتحاد الكره ان اللاعب يعني محروم من المشاركه مع النادي الاهلي في ثلاثه مباريات بكاس مصر النسخه الحاليه، وهي مباريات ادوار الدور ال 16 ودور ربع النهائي ودور النصف النهائي او السيمي فاينل طبعا من بطوله كاس مصر. خلينا بقى نروح طبعا لبطوله والتتويج يعني اكيد النادي الاهلي بكاس مصر للمره 38 في تاريخ النادي الاهلي. ويمكن يعني وجه مجلس اداره النادي مقاولين العرب برئاسه المهندس محسن صالح التهنئه لمجلس اداره النادي الاهلي واللاعبين والجهاز الفني وطبعا جماهير النادي الاهلي بعد التتويج بلقب كاس مصر للمره 38 في تاريخه. كمان وجه نادي المقاولين العرب التحيه لنادي بيراميدز بعد الأداء الجيد في المباراة النهائية، وأرسل نادي المقاولين يعني برقية تهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وكمان يعني تمنوا فيها التوفيق لجميع الأندية والكرة المصرية فيما هو قادم. كان طبعا يعني أقف مع الخبر ده سلا، طبعا مش غريب على إدارة نادي المقاولين، إدارة الحقيقة يعني في غاية الاحترام، وده الطبيعي يعني مفترض انه دي المشاعر الطبيعيه. وانا هنا مش بتكلم باسم النادي الاهلي، مفترض في الوسط الرياضي عموما يعني انه المنافسه لا تخلق عداوه، يعني احنا هنا في مجال للمنافسه عشان يفوز فيها الافضل وعشان تتطور
كل بقى انواع رياضات كره قدم، كره سله، كره باسكت، المنافسه هي اللي بتخلق تطور المستوى، وبالتالي المنافسه دي ما ينفعش تتقلب لمشاعر غل وكراهيه وحقد ومحاوله ضرب تحت الحزام زي ما بيقولوا كده، زي ما بقينا بنشوف بنطلع النهارده كل يوم. للاسف السوشيال ميديا ساعدت على ده بشكل كبير، لكن لما نشوف حاجه زي كده على مستوى الجمهور او على مستوى منصات التواصل الاجتماعي او للاسف حتى على منصات وسائل الاعلام التقليديه، مش مقبول ابدا ابدا ابدا. يبقى ده على مستوى الادارات، لانه خدي بالك انت هنا بتتكلمي على القدوه والمثل الاعلى. أكيد. التصرف اللي عمله نادي المقاولين ده كان مفترض يحصل من، والحقيقه الاهلي بتجمعه علاقات طيبه بالغالبيه العظمى من نادي مصر او بمجالس ادارات نادي مصر، وده الشيء الطبيعي. ما عدا ذلك هو الاستثناء، وما عدا ذلك هو حاله الشذوذ او الخروج على القاعده. فالحقيقه يعني نتمنى انه يعني الرساله دي تكون وصل للجميع. يعني تاكيدا على كلامك يا احمد، يعني زي ما انت قلت يمكن احنا بتجمعنا علاقه يعني وديه، احترام، علاقه طيبه ما بيننا وما بين جميع الانديه المصريه. يمكن طبعا بنشوف ده اكيد زي نادي المقاولين، في نادي الاتحاد السكندري، نادي سموحه، العديد من الانديه المصريه بنشوف دايما العلاقه ما بيننا وما بينهم. يعني ساعات يعني كابتن محمود الخطيب بنشوفه في زيارات طبعا للانديه دي، والله وبره مصر حتى كمان. أكيد. يعني حتى علاقات الاهلي بمعظم الانديه الافريقيه اللي يمكن ما يكونش جمعهم بالاهلي غير مواجهه وحيده مثلا، هتلاقي دايما في احترام متبادل، هتلاقي في حرص كبير جدا على ان العلاقات دي تبقى قويه وتبقى متينه، وده واحد من اهم ادوار الرياضه. لو اتكلمنا بقى خارج الحدود يعني سيبنا الرياضه هنا في مصر، ده واحد من اهم ادوار اللي بيقوم بيها الاهلي كسفير رياضي، خلينا نقول كسفير رياضي لمصر في معظم الدول العربيه والافريقيه، وحسن العلاقات مشهود عليه. والاهلي اينما حل او اينما حل اي من مسؤولين نادي الاهلي في اي دوله عربيه كانت او افريقيه، هتلاقي دايما محل ترحاب ومحل تاكيد على عمق وقوه ومتانه العلاقه اللي بتجمع النادي ده بالنادي الاهلي. صح يا احمد، ونتمنى يعني طبعا العلاقه دي تفضل كده ما بين النادي الاهلي وجميع الانديه، مش بس النادي الاهلي، يعني كل الانديه المصريه وبره برضو يعني خارج مصر. اكيد نتمنى كل العلاقات تكون كده ما بين الانديه الرياضيه بالتاكيد. طبعا خلينا نروح بقى ليه يعني او نستكمل اخبارنا النهارده، والخبر النهارده هيكون متعلق بالمباراه القادمه ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله افريقيا، الاهلي والرجاء البيضاوي المغربي. يمكن حدد الاتحاد الافريقي لكره القدم موعد وحكام مباراتي الاهلي ضد الرجاء البيضاوي المغربي في ربع النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله يعني هيدير محمود علي اسماعيل مباراه الذهاب، ويعاونه السوداني محمد عبد الله ابراهيم كمساعد اول، والجيبوتي احمد عبد الرازق مساعد تاني، والحكم الرابع محمد الحاج علي من تشاد، بينما يتولى التونسي هيثم قيراط إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه كمان السنغالي حاج ماليك سامبا. ده هيكون طبعا في مباراة الذهاب، إنما يعني إن شاء الله يعني هيدير في مباراة الإياب طاقم تحكيم ليبي يعني بقيادة معتز إبراهيم، ويعاونه مواطنيه عطية عيسى كمساعد أول، وأحمد عبد الرازق كحكم رابع في المباراة بجانب التونسي خليل حسان ده كمساعد تاني، وتولى تقنية حكم الفيديو المساعد الغاني دانيال ليريا، ويعاونه أكيد الكيني بيتر أوريو. ده إن شاء الله هيكون في مباراة الذهاب، ولا تقام ده عفوا يعني دي هتكون في مباراة الإياب، لكن إنما يعني هتكون في مباراة الذهاب هتكون يوم السبت 22 من شهر إبريل الحالي، بينما يعني مباراة العودة هتكون يوم 29 من نفس الشهر. ويمكن بالتأكيد يعني خلينا نفكر السادة المشاهدين إنه النادي الأهلي وصل طبعا للربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد احتلال يعني وصافة مجموعته الثانية برصيد 10 نقاط، أما الرجاء وصل للربع النهائي بعدما تصدر مجموعته الثالثة برصيد 16 نقطة. طيب طبعاً لينا وقفة مع الخبر ده برضو يا سلام. أكيد كنت عايزة واحد طبعا قول، إحنا قلنا أنه ماتش الذهاب مع الرجاء هيكون يوم 22 هنا في القاهرة الساعة 9 بتوقيتنا، ماتش العوده هيكون في المغرب يوم 29 9 بتوقيتهم، صح محمد؟ 9 بتوقيتهم. 9 بتوقيتهم. فهنا بس انا في وجهه النظر في موضوع الحكام ده يا سلام، وكنت يمكن بتكلم فيها انا ومحمد قبل الهوا، ويمكن اغلب الجمهور الحقيقه مش عايز اقول مستاء، لكن يعني حط علامه استفهام على اختيار حكم سوداني لاداره مواجهه الذهاب بين الاهلي والرجاء، وهذا ليس تقليلا ابدا من شان الحكم السوداني اللي محمد شخصيا قبل الهواء اشاد الحقيقه وقال لي واحد من افضل الحكام، لكن في النهايه بعد مواجهه الاهلي والهلال اللي كانت مواجهه حاسمه وادت الى اقصاء الهلال السوداني من دور المجموعات وعدم استكماله لمشوار المنافسه في بطوله دوري الابطال، كان بالنسبه لكثير من جماهير النادي الاهلي علامه استفهام انه يتم اختيار حكم سوداني.
لاداره لقاء الاهلي والرجاء المغربي في دور ال 16. لكن في وجهه نظر مقابله وهسيب محمد بقى هو اللي يتكلم عنها. طيب هو طبعا من اول ما تم هو اللي متبنيها على فكره. السؤال كنت عايزه اوجهه لمحمد بالذات السؤال ده، رايك بقى اكيد سلمته على الهواء خلاص. انا عايز اقول لك من اول ما تم الاعلان عن تعيين حكم سودان النهارده اتسالت اسئله كتيره، ليه حكم سودان يا جماعه؟ مش انا اللي عينته والله. بصوا يا جماعه، هي الفكره في حد ذاتها مشاكل المسابقات او المباريات الافريقيه ملهاش علاقه تماما بما يحدث في كواليس عمل لجنه الحكام. يعني لو في مشاكل في المسابقات الافريقيه بين اي انديه، القرار بتاع لجنه الحكام في تعيين الحكام ما بيبقاش ليه يعني انطباع على فكره اصل في حكم من دوله ما الفريق ده خرج الدوله دي من البطوله، او انت جاي مثلا على تقنيه الحكم الفيديو المساعد الفار مثلا حكم من دوله ممكن لو انا كسبت لاعب الفريق اللي من دوله ديت، فما بيحسبوهاش كده خالص. فحتى لو في شكاوي او مشاكل في المسابقات، لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي ما بتحطش اهتمام تماما للتفاصيل دي، ولكن بيبقى اهتمامها لحاجتين. اول حاجه المباراه نفسها، لما بتشوف فرقتين من نفس الزون في المنطقه العربيه مثلا منطقه شمال افريقيا، دايما بيقرب من فكره انه يجيب طاقم تحكيم عربي او حكام من غرب افريقيا او شرق افريقيا، ما يبعدش ويروح يجيب مثلا طاقم حكام من الجنوب الا في المباريات النهائيه والمباريات اللي هي المهمه جدا دي نقطه. فبالتالي اختيار الحكام بيبقى راجع لنقطتين، اولا منطقه التوزيع الجغرافي دي واحد، الحاجه الثانيه هو شايف ان حكام النخبه اللي تم اعلانهم في 20 مارس كان من ضمنهم الحكم السوداني، فالحكم السوداني هم شايفينه الاقرب لاداره هذه المباراه. يعني انت بتقول انه واحد من افضل حكام القاره في التوقيت الحالي، هو حاليا تم اختياره من ضمن حكام النخبه، يعني الحكام اللي هيديروا مباريات دور الثمانيه دول من حكام النخبه. فكره بقى ان هو قبل كده ما كانش موجود، دي بيها ليها رد مهم جدا. لجنه الحكام اللي كانت بتختار بكاري جسامه ومصطفى غربال ورضوان جيد وجان جاك ندالا وماجيتي نيداي، اللي كان بيختار المجموعه دي في الفترات السابقه اتغير. حاليا ماسك لجنه الحكام الايفواري ديوي نورمانديز، عايز يعمل صف تاني، عايز يعمل حكام جدد موجودين في المباريات اللي جايه. لذلك حتى لو تتفرج مثلا يعني مباراه الاهلي والهلال هنا، كان طاقم تحكيم ما عندوش خبرات كبيره وكان متواجد حكم موريتاني وكل كان متخوف. نفس الامر في ماتش الاهلي والرجاء، هيكون حكم سوداني. هتروح ماتش الرجاء في المغرب، والفار من اول ال 16 من اول دور الثمانيه، من اول الثمانيه، من اول دور من اول دور الثمانيه، من اول دور الثمانيه. يعني طيب، يعني وجود الفار بدايه من مباراه الرجاء برضو الى حد كبير هيبقى عامل من عوامل الامان في عمليه التحكيم. وان كان الحقيقه برضو خلينا نتفق انه التحكيم في افريقيا في السنوات الاخيره حصل فيه تقدم، مش على النحو المأمول او المستوى اللي احنا بنحلم بيه، لكن الى حد كبير جدا يعني كان في مهازل بتحصل في افريقيا. ده الاهلي خرج من افريقيا في بعض المناسبات يعني بكوارث وفضائح تحكيميه ما تقبلش الاسم على اثنين. فخلينا نقول انه نتمنى ان شاء الله مع وجود الفار يبقى ملف التحكيم على اقل تقدير ما يكونش مؤثر في مواجهه من العيار الثقيل هتجمع بين الاهلي والرجاء. فكلهم وجوه جديده يا سلا، يعني على ضمانه محمد خلاص، حكم على ضمانه محمد. اهم حاجه ان محمد علق على الخبر ده، يوسف دي اهم حاجه. تمام. خلينا بقى نروح يعني من كره القدم لجميع الالعاب الاخرى، ومعنا خبر تاني مهم عن كره السله وحصول الاتحاد المصري لكره السله برئاسه الدكتور مجدي ابو فريخه على موافقه من يعني الجهات الامنيه على حضور 400 مشجع لكل فريق خلال مباريات يعني نصف النهائي والنهائي كاس مصر لكره السله سيدات ورجال. وطبعا تستضيف صاله هيئه السويس بالاسماعيليه مواجهات نصف النهائي والنهائي طبعا من بطوله كاس مصر في فتره من 16 ليوم 19 من شهر ابريل الحالي، وتقام مواجهات نصف النهائي كاس مصر سيدات يوم الاحد الموافق 16 ابريل بين سبورتنج والجزيره من طرف، والطرف الاخر ان شاء الله بالنسبه لفريق النادي الاهلي هيكون مع نادي هليوبلس، وهيقام يعني النهائي يوم الثلاث الموافق يوم 18 ابريل من الشهر الحالي. ده بالنسبه لسيدات كره السله. بالنسبه لرجال كره السله هتقام مواجهات النصف النهائي كأس مصر الرجال يوم الاثنين الموافق يوم 17 ابريل بين النادي الاهلي ونادي الجزيره من طرف، ومن الطرف الاخر ان شاء الله هيكون نادي الزمالك ونادي الاتحاد السكندري، على ان يقام يعني النهائي يوم الاربعاء ان شاء الله يوم 19 من شهر ابريل الحالي. كمان من المقرر انه هيتم ان شاء الله فتح باب حجز التذاكر المباريات خلال عبر يعني منصه تذكرتي الفتره المقبله، على ان يكون يعني سعر التذكره بالنسبه لجميع المباريات هتكون التذكره موحده سعرها هيكون 50 جنيه. مؤخرا نجح كمان يعني كل من نادي الاهلي او نادي الاتحاد السكندري في التاهل الى الدور النهائي من منافسات بطوله دوري السوبر لكره السله لموسم الرياضي 2022 2023، واستطاع النادي الاهلي الفوز على نادي الزمالك. يمكن امبارح كانت يعني
اخر مباراه في سلسله ذا بيست اوف 5 او منافسات البيست اوف 5 بنتيجه المباريات، يعني 3-0 لصالح النادي الاهلي، انه النادي الاهلي اكيد يعني فاز في 3 مباريات من اصل 5 مباريات، واللي يفوز اكيد ب3 مباريات من اصل 5 مباريات هيصعد للدور النهائي، وده اللي حصل اكيد مع النادي الاهلي امبارح. خلينا بقى نروح لجوله سريعه في الاخبار العالميه، ويمكن النهارده انطلقت مباراتين يعني في غايه القوه والاثاره في ذهاب الربع النهائي من بطوله دوري ابطال اوروبا، يمكن بنفيكا البرتغالي امام انتر ميلان، واكيد يعني المباراه دي بدات من ساعه او على وشك الانتهاء طبعا، وبدات يعني من شويه المباراه اللي شغاله دلوقتي يعني اكثر قوه واهميه. فاضل يعني خلاص يعني نتيجه 2-0 لصالح الانتر لغايه دلوقتي. الناحيه الثانيه النهائي المبكر بقى في سيتي وبايرن ميونخ، 3-0 صالح السيتي، يعني نتيجه عاديه جدا وطبيعيه جدا، مش عارف الناس تخيلي بقى اسال ليه الناس متفاجئه يا جماعه. بتشجع مانشستر اكيد، احنا عارفين احمد بشجع السيتي. انا بشجع السيتي. البايرن خسران 3، البايرن خسران 3 ده العادي جدا قدام السيتي، يعني البايرن يعمل بايرن قدام اي فريق تاني، قدام برشلونه قدام السيتي قدام السيتي يبقى انتباه. محمد انت بتشجع مين؟ انا بشجع الاهلي. لا ما بيتكلم، احنا بنتكلم في مانشستر وريال ميونخ. ريال مدريد طبعا انتوا جايين عليكم حاجه بره خالص. بس عدوا تشيلسي وتعالوا لنا. انا صاحب النهارده مبسوط، يعني احنا كنا بنشوفه كان متابع قبل الهوا، كان قاعد متابع المباراه، واكيد هو طبعا مبسوط دلوقتي. بارك لك اكيد القوي في اللقوه منه. بصي انا بحب الكره الحلوه، انا ما بتفرجش على الكره عشان المكسب والالقاب بس، انا بحب الفرقه اللي اتفرج عليها تمتعني كوره، والسيتي بجد واحد من اكتر الفرق اللي بتقدم كوره ممتعه، وان كان الحقيقه انا لما بتفرج على ماتشات في المانيا البايرن هو افضل فريق طبعا بيلعب كوره في المانيا، لكن الريال بالنسبه لي ولا كانه جه. فوز السيتي انا اسبانيا يعني برشلونه، انا مع محمد ريال مدريد اسبانيا يعني برشلونه على طول. فوز السيتي على بايرن حاليا بثلاثيه ده مثال القوي في اللقوه منه، يعني البايرن لما بيكسب برشلونه وبيعمل نتائج كبيره وبسكور، لا القوي في اللقوه منه، يعني النهارده السيتي بالسكور ده، وممكن على فكره يبقى في سكور كمان اعلى من كده في الماتش العوده اكيد يعني. اكيد. خلينا بقى يعني طبعا نستكمل اخبارنا النهارده، ونادي فولسبورج اكيد الالماني النهارده اعلن عن رحيل عمر مرموش اللاعب المصري الدولي عن صفوف الفريق بعد نهايه عقده في نهايه الموسم الجاري 2022 2023، وذكر يعني طبعا النادي في بيان عبر موقعه الرسمي ان مرموش هيغادر الفريق الالماني عندما ينتهي عقده في 30 يونيو من هذا العام، حيث لم يتوصل الطرفان الى اتفاق بتجديد عقده. أضاف كمان البيان أنه سيغادر مرموش النادي بعد 6 سنوات، نود أن نشكره على التزامه ونتمنى لعمر مرموش كل التوفيق في مسيرته المستقبلية سواء في الرياضة أو في الحياة الخاصة طبعا به. وكانت التقارير الصحفية الألمانية كشفت مؤخرا أن مرموش أنهى كافة التفاصيل المتعلقة بانتقاله إلى حامل لقب الدوري الأوروبي فريق أنترخت فرانكفورت، ووفقا يعني لما ذكره موقع سبورت وان الألماني، خضع اللاعب لفحوصات طبية بالفعل في فرانكفورت تمهيدا لانتقاله المجاني للنادي في الصيف. استكمالا لجميع اخبارنا يعني طبعا الاخبار العالميه، واكيد كمان نادي ترابزون سوبر التركي اعلن النهارده عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تعافي لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه المحترف ضمن صفوف الفريق من الاصابه، وشارك في مران الفريق الجماعي يوم الثلاثاء بعد يعني التعافي من الاصابه، استعدادا لمواجهه نظيره فريق بشكتاش في المواجهه المقبله من بطوله الدوري التركي الممتاز لكره القدم. وكان طبعا تريزيجيه قد تعرض لاصابه في العضله الخلفيه وغاب على اثرها لمده يعني شهور او مده شهر عفوا عن الملاعب، واكيد يعني بنتمنى له طبعا ان هو يعود سريعا ويعود مره اخرى للملاعب اكيد مع فريقه. كان دي يا محمد ويا احمد، يعني كانت طبعا كل اخبارنا النهارده المتعلقه سواء بفريق اول لكره القدم وبعد طبعا التتويج امبارح ببطوله كاس مصر، اكيد مبارك لكم تاني وجميع الالعاب الاخرى، واكيد طبعا يعني نجومنا سواء عمر مرموش او بالتاكيد محمود حسن تريزيجيه، واللي طمنا طبعا جميع جماهير النادي الاهلي عليهم. طبعا واكيد طبعا عوده تريزيجيه كمان لمنتخب مصر هتكون اضافه قويه.